ok? Det er ikke sikkert hjem, hvis vi lader må være en hjælp. Asch. Que tu me sens ici, ok? تو چون بغاتی ویره؟ صدفه صدفه هدی، طبعا برتی صدفه پیگه ها أنا اسمي شمال من كردستان العراق، أعمل في مجال هواية خط. عمل كخطاط عربي منذ 40 عاماً. كانت هواية في البداية. وتحولت إلى مهنة. عملنا كخطاطين تأثر كثيراً بسبب التكنولوجيا. وأصبح الناس لا يهتمون كثيراً بالخط كفن. نطالب الجهات المعنية بالاهتمام بفن الخط حتى لا يزل هذا الفن العريق. نحن سعداء بإدارة الخط العربي في منظمة اليونسكو. تراثها غير المادي، وهي خطوة كبيرة في مجال الخط العربي. طبعا التقدم التكنولوجيا أثر على عمل الخطاطين وكتابة الخط العربي بسبب قلة التكلفة والسرعة، ولكن يجب الاهتمام بهذا الفن التراثي وإدراجه اليونسكو. الخط العربي هو خطوة نحو الحفاظ على الخط كرمز حضاري ومجتمعي.